منذ اندلاع الحرب في السودان تقسمت مناطق السيطره بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمه الخرطومه فمنذ اليوم الاول بالنسبه للقوات المسلحه فهي تسيطر على الجزء الاكبر من القياده العامه للجيش في الخرطوم وتسيطر كذلك على سلاح المدرعات الواقع جنوب الخرطوم بمنطقه الشجر، رغم تعرضه لهجمات عده الا انه ظل صامدا بيد القوات المسلحه. في مدينه الخرطوم بحري تسيطر ايضا القوات المسلحه على منطقه سلاح الاشاره الواقع على ضفاف النيل الازرق من الجهه الشماليه. الى الغرب قليلا في مدينه ام درمان يسيطر هناك الجيش السوداني على سلاح المهندسين الواقع غرب النيل الابيض كذلك تعرض لهجمات عده لكنه ظل يواجه قوات الدعم حيث تخرج القوات منه لتمشيط احياء المهندسين والفتحاب ايضا ايضا الجيش السوداني يسيطر على السلاح الطبي ومناطق عسكريه بمحيطه من بينها كليه القياده والاركان التي تطل على جسر الفتحاب. اما في اقصى شمال ام درمان يسيطر الجيش على منطقه كرر العسكريه التي تضم قاعده وادي سيدنا الاستراتيجيه وقد استخدمت كمطار بديل تمت عبر عمليات اجلاء الرعايا الاجانب في بدايه هذه الحرب اذن هذه ابرز المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني اما قوات الدعم السريع فمنذ اليوم الاول تسيطر على مطار الخرطوم الدولي والواقع قرب القياده العامه للجيش في وسط الخرطوم بالاضافه الى منطقه حي المطار الواقع في الجهه الغربيه للقياده العامه ومقر جهاز المخابرات العامه المتاخم للقياده تقول ايضا قوات الدعم انها تسيطر على بيت الضيافه وهو جزء من القياده العامه الى الشمال الغربي قليلا تسيطر قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري منذ اليوم الاول للحرب في الخرطوم أيضا تسيطر قوات الدعم السريع على معسكر قوات الاحتياط المركزي التابعة للشرطة بالإضافة إلى مقر الكتيبة الاستراتيجية في جنوب الخرطوم والدفاع الجوي ومصنع اليرموك العسكري أما في الخرطوم بحري تسيطر قوات الدعم السريع على مصفات الجيلي وبعض المقرات في منطقة جري بالاضافه الى انتشارها في المناطق السكنيه والطرق والجسور. اما في ام درمان لا تسيطر قوات الدعم على مقرات بارزه، لكنها تنتشر في المناطق الصناعيه وفي المناطق السكنيه من جنوب ام درمان الى شمالها وتحاول الهجوم على مقرات الجيش هناك. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات